هذا المكان كان عبارة عن بركة مائية جفت بفعل الحرارة، وكانت تتواجد بها الكثير من سرطانات المياه العذبة، أو شبيهة بذباب البحر، لكن هذه تعيش في المياه العذبة وهي باقية هنا لأن الأرض لا زالت رطبة، لكن تتغذى عليها بعض الحيوانات. ونجد هنا عظاما شبيهة بسرطان البحر، لكن هي بالضبط كذباب البحر، هي عظامها ربما تأكلها الأنافيد. وهذه غيرانوها، غيرانوها تكون عندما يكون الماء هناك هي تحفر داخل التربة، خصوصا التربة الطينية. هذا كذلك مكان آخر لها، هذا أيضا مكانها، هو غارق جدا. تكون بالداخل، هذا أيضا مكان كانوا عايشيها، لكن عندما تجف البركة فتصبح في خطر. لأن الحيوانات المفترسة تأتي لتتغذى عليها، كالثعالب والذئاب والخنازير وأيضا القنافد، كلها تأتي لتتغذى عليه. هذه البركة كان منسوب المياه فيها مرتفع إلى حدود هذه الشجيرات التي كانت أحيانا تكون داخل الماء كليا. هذا هو شكل رأسها كما تشاهدون، مثل ذباب البحر. هذه ربما أكلتها أحد المفترسات بالغابة، هذه يدها كسرطان البحر كما قلت، ورأسها كالقمرون أو الجمبة أو ذباب البحر. لن تعيش هنا قبل أن تجف البركة، وعندما تجف هذه البركة المائية تحفر داخل الأرض كبيرة كثيرا وتختبئ، لكن تكون عرضة للمفترسات. شاهدون هذه أخرى هكذا، هذا هو شكلها وحجمها. هذا هو هكذا. إذن هذه هي ذباب مياه العذبة، كذباب البحر أو المياه المالحة، التي تعيش طيلة الشتاء هنا، وفي فصل الصيف تحفر داخل التربة الطينية وتختبئ، لكن تأتي لها الحيوانات المفترسة وتتغذى عليها. إنها واحدة حية هناك وجدناها، إذن ها هي لديها أحد العضات، لذلك المقبض. لذا سنبحث عن عود صغير سنحملها به. ليست واحدة إنما أكثر من ذلك، انظر لمحافظتها.
قلعة حرب. هناك أخرى أيضا لا يظهرني جيدا، كون ليس هناك ماء. سأخذهم لمكان فيه الماء ليبقوا هناك ونريهم لكم. إذن هذا هو الذي حدثناكم عنه. عثرنا على 2 داخل الوحل، قمنا بإخراجهم.
إذن هنا نتركهم في الماء بعدما وجدناهم في الطين والوحل، نتركهم هناك، إن ظل لهم الماء سيبقون هناك، وإن جف هذا الماء سيحفرون تحت الطين ويختبئون حتى تمتلئ البركة بالماء.